النهاردة العالم بيحتفل باليوم العالمي للشطرنج، ولو اتكلمنا عن الشطرنج لازم نحط اسم مصر كده بالبونت العريض زي ما بيقولوا، محققين بطولات وميداليات وعاملين إنجازات كبيرة جدا استثنائية في لعبة الشطرنج على يد مجموعة من الأبطال اللي وصلوا للعالمية. صحيح، ومن أكتر النقط كمان يا هبة اللي محتاجين إن احنا نركز عليها في كلامنا واحنا بنحتفل طبعا باليوم العالمي للشطرنج هي توعية النشأ والأطفال والشباب بهذه الرياضة. الحقيقة احنا بقى عندنا أطفال مميزين جدا 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 في هذه اللعبة، حتى إن فكرة كمان تعميم رياضة الشطرنج على مستوى المدارس والجامعات دخلت بالفعل حيز التنفيذ. تفاصيل اكتر هنستعرضها مع حضراتكم دلوقتي مع الاستاذ محمد السيد خلاف، رئيس لجنه الشطرنج بالمدارس والجامعات بالاتحاد المصري للشطرنج. صباح الخير عليك يا استاذ محمد. صباح الخير عليك استاذ محمد واستاذه هبه، وصباح الخير على المصريين جميعا في كل انحاء مصر. يا اهلا بيك يا فندم. في البدايه، في اليوم العالمي للشطرنج واحنا بنحتفل بهذا اليوم، ايه الرساله اللي حضرتك تحب تبدا بيها كلامك؟ علموا اولادكم الشطرنج فهو خير حائط صد فولاذ ضد انحرافات الحياه. الشطرنج دلوقتي بيدرس في 80 دولة على مستوى العالم داخل كمنهج دراسي، يعني من الدول الأوروبية عندنا يعني ألمانيا وعندنا أمريكا وعندنا يعني دول كبيرة عظمى جدا والهند والصين ابتدت يدخل كمنهج دراسي ضمن المناهج الدراسية في هذه الدول. فالشطرنج حضرتك يعني هو بيعمل على تحقيق يعني زيادة معدلات التحصيل الدراسي، وده علم ودراسة قامت بها كثير من الدول والاتحاد الدولي للشطرنج. الطفل اللي بيتعلم شطرنج حضرتك بالقياس لا وجدوا أن هذا الطفل يحصل على معدلات درجات أعلى دراسية من أقرانه الذين لم يتمرسوا أو لم يتدربوا على الشطرنج. يعني وزي ما حضرتك بيعلي المهارات العقليه، يعني فعلا حضرتك ده بيكسب احسن مهارتين لو تواجدوا في اي انسان لازم يكون قيادي او انسان ناجح، اللي هو مهارات التخطيط الاستراتيجي واداره الوقت. لو اي انسان ناجح في يعني الحياه عامه او رجل اعمال ناجح او انسان ناجح في اي عمل لازم يتمتع بالمهارتين دولت بيوفرهم وبيعمل على زيادتهم وتعزيزهم اللعب رياضه الشطرنج. ودي الدراسات اللي بتقول، مش انا اللي بقول. طيب جميل. عارفه ان في توجه من الدوله المصريه ان هو يتم تعميمه في المدارس. هو الحمد لله بفضل الله يعني احد النواب المحترمين قدم بمقترح برغبه لمجلس النواب في شهر 2/2024 اللي فات، والحمد لله يعني لجنه الشكاوى والمقترحات يعني اصدرت قرار بتوصيه لوزاره الشباب والرياضه ووزاره التعليم ووزاره التخطيط ايضا لاعتماد الماليات في العام الدراسي 2024/25، وصدر قرار من مجلس النواب متوجه لمجلس الوزراء، وبالتالي مجلس الوزراء خاطب وزاره الشباب والرياضه في شهر 6 يعني من شهر حاليا، وخاطب وزاره التربيه والتعليم، ووزاره الشباب خاطبتنا احنا كاتحاد مصري للشطرنج باعداد الدراسه وسرعه انجازها. ومن هنا بنحيي الدكتور أشرف صبحي بصراحة بدعمه الكامل لهذا المشروع القومي اللي هيعود بالنفع على الطلاب وعلى المجتمع وعلى الأسر المصرية، لأن فعلا هيبقى ده حاجة طفرة غير عادية، هنبني جيل بيبني بلده إن شاء الله. أستاذ محمد، أعتقد أنه فكرة أن احنا نعمم هذه التجربة في المدارس والجامعات زمان ما كانش الكلام ده موجود، يعني زمان ما كانش فيه فيديوهات، كان حاجة زي وراثة كده طبعًا. يعني الابن بيطلع يشوف باباه وهو بيلعب شطرنج مع أصحابه فبيتعلم، فبيطلع هو كمان نبغة في الشطرنج. لكن أعتقد أنه الأجيال من الأباء، الأجيال الحالية ومن الأباء هم اللي مقصرين شوية في حق اللعبة، فبالتالي الأولاد ما بقوش يعرفوا عنها حاجة، فاضطرينا أن احنا ندخل ونعمم هذه التجربة في المدارس. تمام جدا، كلام حضرتك مظبوط. هي اللي تعودنا من زمان لكل البيوت المصريه بيكون فيها شطرنج بدافع التسليه او يعني التنافس والتباري الذهني، يعني تشغيل المخ زي ما بيقولوا. تشغيل المخ فعلا، هو فعلا الشطرنج بيعمل على تشغيل جانبي الدماغ ويقي من مرض الزهايمر. يعني عندنا لعيبه بيلعبوا في مصر فوق ال 80 سنه ما شاء الله. الشطرنج عشان التفكير مستمر. الشطرنج حضرتك لا يفرق بين الجنس ولا العمر ولا اي فرقات او القدرات البدنيه، بمعنى ان شاء الله هتشوفوا النهارده ان شاء الله ان لاعب كفيف بيلعب بمهاره اللاعب. ازاي؟ بالتخيل. هتشوفوا النهارده ده حضرتك ممكن لعبها الكتروني ولا لازم بالشكل التقليدي؟ فعلا في لعب الكتروني ولكن مش محبذ، لان كان اكتشف اللي بيبقى فيه برضه نوع من انواع الغش او الشيت
فبرضه الاتحاد الدولي بيعمل كاميرات على اللاعب وكده، لانه ممكن يكون معاه تليفون او كده، او ممكن ايه يكون فيها. لكن احنا بنلعب بطولات في مصر مقيمه متابعه طبقا للوائح الاتحاد الدولي للشطرنج والاتحاد المصري، مراقبه بيشوفها العالم. النهارده الحمد لله احب ازف برضو حاجه بسيطه معلش، اللي احنا عندنا في منطقه الغربيه احنا اختيرت كمنطقه اللي هي هتحتفل باليوم العالمي للشطرنج، هي المكان الوحيد على مستوى مصر اللي اختير لهذا الحدث، وان شاء الله في حدث العالم كله. ليه؟ احنا قدمنا مقترح انا من الغربيه اصلا يعني، فقدمنا مقترح جيد ان في لاعب كفيف هيقدر يلعب ثلاثة أصحاء على درجة كبيرة من يعني التفوق الرياضي، التفوق لعب الشطرنج مش أي حد. وهنشوف الكلام ده لايف على الاتحاد الدولي للشطرنج، وإن شاء الله البعثة كله بتقريب النهاردة الساعة 4 إن شاء الله عصرا. وفي لاعب تاني آخر هيعمل هيلاعب 20 لاعب في وقت واحد، وده برضو هنشوفه برضو إن شاء الله عندنا يعني في الغربية إن شاء الله. الغربية برضو. إن شاء الله. طيب. ودي حاجة يعني ثقة فينا كمنطقة نشطة شوية في لعبة الشطرنج في السنتين الأخرانيين يعني. طيب دي حاجة تبسطنا بقى. طبعًا بكل تأكيد. نتيجة المبادرة إيه يا أستاذ محمد؟ اللي هي تعميم الشطرنج في المدارس خصوصًا في النشأ والأطفال الصغيرين. احنا حضرتك لحد دلوقتي ما احنا لازم نتكلم بخطط، انا رئيس لجنه شطرنج المدارس والجامعات ومن فوق رئيس كفء يعني ونشط يعني اسمه الكابتن احمد عدلي، وده برضو استاذ دولي وجراند ماستر ومحترم ونشط جدا وشاب يعني مواليد حاجه و80 نشط واكتف في ظرف 120 يوم يعني، اقام 8 بطولات كانت بتتعمل في سنه قبل كده يعني، فالحمد لله. ولسه عندنا 20 بطوله لحد اخر العام ان شاء الله، في نشاط غير عادي في الشطرنج في مصر في الاونه الاخيره. وحضرتك قلت النشأ والبطولات، لسه فخامه الرئيس مكرم الدكتور باسم امين ده يعني ده لاعب حصل على اعلى تقييم دولي في سنه 2019 لم يصل اليه اي لاعب مصري وعربي وافريقي حتى الان ما شاء الله. فهو وشاهين ده وفى برضو من الغربيه، وباسم امين من الغربيه بحييه حاجه جداً. تفرح كده وتفرح الغربيه الغربيه احنا من هنا بنقول الغربيه عاصمه الشطرنج في مصر فعلا فعلا عندنا ده مش تحيز من حضرتك مش تحيز مني ان شاء الله يعني. بص كمان الاطفال في الصور اللي احنا بنعرضها دلوقتي شايف حضرتك في البيت قاعدين في البيت بيلعبوا شطرنج. دي مبادره عملناها في الغربيه برضو في منطقه اسمها السنطة، مبادره اسمها شطرنجي في مدرستي، وكنت انا صاحب الفكره. وزعنا شطرنجات مجانيه في المدارس، وكان احد يعني المدرسات حبه للشطرنج، كانت لعيبه قديمه للشطرنج، ابدت الرغبه اللي هي في احد القرى الصغيره في يعني في جميل. في مركز السلطة احد المراكز وعلمت في مدرسه واحده 100 تلميذ وطالب. ده مؤشر مهم يا استاذ محمد لارتفاع نسبه الذكاء في هذه القريه او في المحافظه بشكل عام. الطفل المصري بيتمتع بالذكاء، هو المفروض يبتدي يلعب من سن كبير، من سن 5 سنوات يبقى مدرك ويقدر. سن 5 سنوات 5 سنين. هقول لحضرتك خبر مش خبر، احنا يوم 12/7 اللي فات يعني بقالنا حوالي 8 ايام كان في حاجه اسمها بطوله الجمهوريه المفتوحه، بطوله مصر يعني معموله في استاد القاهره، بطوله الجمهوريه المفتوحه للشطرنج الكلاسيكي، وده اصعب انواع الشطرنج لانه في فكر، لان في 3 انواع اقولها سريعة يعني. شطرنج كلاسيكي اللي هو اكتر من ساعه، اقل من ساعه حاجه اسمها رابد وما يقلش عن 10 دقائق، اقل من 10 دقائق حاجه اسمها البليدز اللي هو الخاطف يعني. فالشطرنج الكلاسيكي ده يعتبر اهم شطرنج، اهم بطولات بتتلعب فيه، لان اللاعب بيوصل 3 ساعات تفكير فبيقدر يعني ياخد النقله الصح يعني. الطفل ده اللي حصل على البطوله ديت معجزه، اسمه عبد الرحمن سامح. مش من الغربيه بقى؟ لا مش من الغربيه بقى. من القاهره. عبد الرحمن وهيكون معانا النهارده في التحدي في معانا. حصل على البطوله، طفل معجزه العالم كله. نقطه تانية اقولها اللي هو عنده 10 سنوات في ظل الناس عندها 70 سنه وعندها 80 سنه وبنات وفتيات وكبار وصغار مفتوحه يا حضرتك. وده يعتبر اصغر طفل حاصل على بطوله جمهوريه على مستوى العالم. كسر الحاجز اللي كان يعني الطفل اللي كان قبله كان عنده 14 سنه وامريكي. حصل على يعني اول جمهوري على مستوى العالم طفل من مصر اسمه عبد الرحمن سامح 10 سنوات. وابتدى من امتى اللعب؟ ابتدى يعني ممكن يكون من 5 سنوات او 6 سنوات، انا سالت والده قال لي 3 سنوات تقريبا او حاجه زي كده. احنا عندنا جيل بيبني ويفكر ويخطط لبناء بلده،
الشطرنج حضرتك زي ما قلت حضرتك يعني بيغير كامله الانسان. حضرتك لو تابعتي طريقه كلام الشباب ده اللي عنده 8 سنوات طريقه كلامه بس في الميديا هتتخيلي انت حضرتك قاعده قدام عبقره ما شاء الله. فلازم نهتم بدول لانهم دي حاجه تفرح قيادة. يعني لو اقول المصريه دي قيادة. حاجه بيعلم القياده. انا اقول حضرتك مهارتين التخطيط الاستراتيجي ومهاره اداره الوقت. هل تعلمي حضرتك مثلا ان الشطرنج الاحتمالات الدور اعلى يعني اكثر من عدد ذرات الكون؟ يعني فوق ال 3 مليار احتمال. الكمبيوتر اللي بيقول كده الماتش والمباراه الواحده. الشطرنج بيعمل على زياده معدلات الذكاء الاي كيو. ايوه الشطرنج لو انت حضرتك عملتي يعني سيرش على اعلى 10 معدل ذكاء في البشريه هتلاقي منهم اثنين بيلعبوا شطرنج. هو التعميم هيكون في المدارس من سنه كام؟ احنا عندنا مخطط نتكلم حضرتك احنا هنخش على سنه اولى ابتدائي وبعدها ثانيه ابتدائي ان شاء الله على طول. احنا ابتدينا نخاطب الاتحاد الدولي للشطرنج ووفر لنا ووفر لنا المنهج ادالنا ترخيص اللي احنا نقدر نترجمه. هيمدنا بالخبراء والمدربين اللي هيدونا هيدوا ال 30 يعني مدرب من عندنا الاتحاد المصري للشطرنج دوره تي او تي عن كيفيه واليه دراسه وتدريب الشطرنج داخل المدارس المصريه خصوصا الاطفال. طبعا خصوصا الاطفال محتاجه معامله خاصه يعني. طبعا فبالتالي ال 30 اللي هم هيتعلموا من وزاره الشباب والرياضه او من الاتحاد المصري للشطرنج دول هيعلموا 30 كل واحد فيهم هيعلم 30 مدرس في وزارة التربية والتعليم وبالتالي يبقى عندنا 900 شخص مؤهل. احنا عندنا مرحلة أولى السنة الجاية إن شاء الله بنخطط لها نخاطب 300 مدرسة في 6 محافظات في مصر. يعني 300 مدرسة في 6 محافظات في مصر اسكندرية وعندنا الغربية وبورسعيد وعندنا الجيزة والقاهرة وبنشوف أسيوط أو صهاج واحدة في الصعيد. يوم الخميس اللي فات كان في بطولة برضو أحد يعني بطولة خاصة بالمدارس برضو في إدارة أسيوط وحضرها معالي المحافظ الدكتور اللواء أشرف أبو النصر وده حاجة جدا كويسة جدا من المحافظين بإيمانا بدور الأنشطة الرياضية وخاصة الشطرنج اللي هو الرياضة الذهنية اللي تمتاز بالعراقة والأصالة من أكثر من 1500 سنة اكتشف في الهند. يعني فهي رياضة بيمارسها الجميع والهند معروفة معروفة الهند بالرياضيات والتفكير العقلي طبعا طالعة بسرعة الصاروخية. واتمنى ان شاء الله مصر فعلا عندنا نشأ كويس جدا جدا جدا. عندنا ناس على مستوى الخامس على العالم برضو حامد وفا من الغربية عندنا جوي روماني عندنا عبد الرحمن سامح ده ان شاء الله هنشوفه بطل كبير جدا جدا. كلهم ولاد؟ نعم كلهم ولاد؟ لا في جوي روماني من اسيوط بنت من اسيوط واستضافت احد البرامج الشهيره قوي يعني في التوك شو عندنا هنا من حوالي اسمع حديثها كده جوي روماني حاصله على 4 افريقيا يا بنت برضو عندها حوالي 14 سنه بنت. وسلمى احمد برضو بنت حاصله على افريقيا تقريبا مرتين. دول بنات جميله جدا جدا وواعيه جدا تحس سيدات مصر. مين يعني اشطر؟ مين اشطر؟ الصبيان ولا البنات؟ الولاد طبعا كلامه باين يعني هو ممكن نقول الولاد بس مش بنسبه كبيره يعني ممكن نقول 55 45 او 60 40 يعني مش بنسبه يعني كبير التفوق كبير يعني. فاللاعب بيلعب على فكره الشطرنج برضو معلومه اخيره اللعبه الوحيده اللي بيتساوى فيها زي ما قلت لحضرتك يعني القدرات يعني ذو القدرات الخاصه والاصحاء. ايوه عندنا مثلا عملت انا بطوله حاجه اسمها ذو الهمم دول ناس بتجيلي من اسوان على كرسي متحرك وما شاء الله هم مش بيلعبوا بعض يعني ممكن من ذوي الهمم ممكن كله يعني حد من انا كنت عامل بطوله ممكن الولاد يلعبوا مع البنات كله فئات عمريه مختلفه ممكن 6 سنوات يلعب 80 سنه وحصل وكان انتشر فيديو على السوشيال ميديا قريب في بطوله حد عنده 80 مقابل حد عنده 6 سنوات ده متعلم لانها رياضه ذهنيه يعني فمش شرط فيها السن هي القدرات العقليه ممكن يخشوا قدام بعض في اي فئات عمريه. هي في ساعات بطولات خاصه بالناشئين ولكن غالبا البطولات معظمها مفتوحه يعني للتعلم. فموضوع اهتمام الدولة من فوق فخامة الرئيس والوزارات بالرياضة الذهنية دي بناء الإنسان يعني بناء القدرات العقلية بناء التفكير بناء يعني المجتمع بناء الدولة وده اللي احنا محتاجينه احنا في مرحلة بناء وتعزيز فربنا ييسر الأمور إن شاء الله. والشطرنج من ضمن الألعاب الرياضية اللي تحقق أهداف التنمية المستدامة عشرين 30. طيب تعليمها سهل يعني لو حد مثلا وصل لسن كبير هو سهل يتعلمها؟ اهم حاجه يكون عندك اي حاجه يعني عندك رغبه مجرد عندك رغبه في رغبه مثلا انا عندي رغبه عايز اتعلم شطرنج
هو المنهج الدراسي، يعني المنهج الدراسي الصح، يعني في مناهج دراسيه كتيره ياخد من سنتين لثلاث سنوات يعني عشان تبقى مؤهل تخش بطولات وتحصل يعني على بطولات. مناهج وكتب يا فندم، ولا ممكن اقعد مثلا مع حد من اصدقائي يكون شاطر شويه في لعبه الشطرنج محترف يعني؟ هو طبعا ده يعني هيوصلك بس ممكن ببطء، ولكن اتباع المناهج يعني طبقا لاحدث المتغيرات الحاليه هيقدر يوصلك بسرعه ان شاء الله. دي منهج دراسي، هو الشطرنج مزيج بين يعني كعلم وفن ورياضه، يعني هو اللعبه الوحيده. اللي عايز يتعلم يروح فيه؟ اللي عاوز يروح فيه اكاديميات طبعا، او يجي لنا الاتحاد المصري للشطرنج برضو، يعني في لجنه مدربين خاصه. احنا لنا لجان فرع، لنا مناطق يعني فروع للاتحاد في مناطق محافظات معينه زي الغربيه زي ما قلت لحضرتك، وفي بورسعيد مدن القناه، وعندنا في اسكندريه، وعندنا في القاهره والجيزه. يقدر الاتحاد يتواصل ويقدر يدعم الكلام ده كله. زي ما قلت لحضرتك احنا كشباب ورياضه مهتمين بالملف ده، احنا كلنا كل اللي مارسوا الرياضه الشطرنج حبوا يعلموها لابنائهم واحفادهم والجيل اللي يعني. انا النهارده بقول لحضرتك باسم امين ده حاصل على 104% في الثانويه العامه، كان طبيب ترك وزاره الصحه واتجه لرياضه الشطرنج، وهو حاليا يعني لاعب المنتخب المصري للشطرنج. ده نموذج قدام عينينا بنشوفه كل يوم، انسان خلوق محترم ذو فكر عالي. حتى كان منزلين بوست كده يعني الناس بتلومه انت ازاي تسيب الطب وتروح، هو مقتنع بقيمه تعلم الشطرنج. طب وهي محتاجه تفرق؟ يعني هي لعبه محتاجه تفرغ؟ هي مش محتاجه تفرغ، بس محتاجه وقت كبير للممارسه. يعني لابد الممارس ليها يعني ممكن يلعب ساعتين، يوفر ساعتين في اليوم علشان يقدر يحافظ على مستواه. طيب اصعب ان هو يوفق ما بين الاثنين يعني في لياقه يعني كمان، لياقه زي اللياقه البدنيه لياقه عقليه. حضرتك احنا عندنا الرياضه البدنيه بتنمو وتزدهر بممارسه والتدريب على يعني على الرياضه. عندنا حاجه اسمها اللياقه الذهنيه، اللياقة الذهنية التدريب يعني عليها بيتم بممارسة الشطرنج. طيب يعني في لياقة بدنية ولياقة ذهنية. حمستنا يا أستاذ محمد. أنا تحت أمركم. هتروح تتعلم بعد الفترة على طول. إن شاء الله تحت أمر حضرتك. صارت تلعبي أصلاً؟ لا. زي صراحة. خلاص نروح بقى نروح مع الأستاذ محمد إن شاء الله هيوجهنا إن شاء الله. بس ينفع في القاهرة مش في الغربية؟ تحت أمركم، في هنا حضرتك أكاديميات وهنا تحت أمركم الاتحاد المصري موجود هنا تحت أمركم. خدني معاك وأنت ماشي يا أستاذ محمد. تحت أمر حضرتك. شكرا جزيلا يا فندم، شرفتنا ونورتنا أستاذ محمد سيد خلاف رئيس لجنة الشطرنج بالمدارس والجامعات بالاتحاد المصري للشطرنج. ألف شكر لحضرتك. ألف شكر لحضرتك.